فرضت قلالة يمكن سنوات وإحنا قاعدين نتكلم عنها من ناحية تطوير ومن ناحية تنظيم ومن ناحية يعني إحنا نقول صنادق وغيره أو مخازن حق الصيادين وغيره، تكلمنا من سنوات. الحمد لله الحمد لله، يعني من كثر إحنا نقول ما تكلمنا جانا الحمد لله، صدرت أوامر من مجلس الوزراء. هذه الكلام طبعا هذه الأوامر الآن صار لها كذا سنة، يمكن من 2017، الآن إحنا في 2021، سننتظر ما ندري. كل اللي إحنا نقول صار في الفرضة من عقب الحاحن وغيره اللي هي الكهرباء، غرفة الكهرباء الحمد لله إحنا نقول ابتدينا بشيء، ولكن شوفت عينكم يمكن الصور والأمور اللي شفتوها، الفوضى اللي إحنا نقول فوضى في فرضة المفروض إنه ما توصل لهالدرجة هذه. شو اللي إحنا محتاجينه؟ تنظيم، والرد ونقول تنظيم وتنظيم وتنظيم ومتابعة الصيادين. لا والبحور يلا رك الجنة هاك يبون السمات بالحضور قلتونا فوق الحصار مرتين ثلاث يروح الباور يجيب اللي راب على كتفه ويكته ويرد يروح كل يوم. هل بحرنا بالحين الحين عيوننا وعليا نحطوا قراغير ما لقوهم والله ما يلقونهم. هاك يحد يروح يقط يشتري لعدة بألفين 3000 4000 دينار ما وحل أيوي يوم اليوم كلش رحت حق قراغيري ما مش يحاول نقضنا صراحة عليها. يقول يا إما الآسيويين ماكلين البحر هناك أكل لو ما عندنا هلول. الحين الآسيويين ترسل الدنيا يأجرون عليهم هالرخاص ويقولون لهم روحوا على كيفكم وهم قاعدين في البيوت وهالفقر المسكن احترق. إيش معنك السنة ولدي رسمان ما دخلها ما دخل رسمان ما البحر كلش ما دخلها أكو قاعد هالول.